افتتح مسامة الدكتور محمد سعيد أبا زين معرض أنامل الإبداع للحرف اليدوية الدورة الأولى. المعرض نظم من قبل جمعية النهضة النسائية. تفاصيل الخبر مع ديكا محمد الحاج. الحرف اليدوية والصناعات التقليدية هي الصناعات المعتمدة على اليد أو باستخدام الأدوات البسيطة فقط، وهي من أهم العناصر الثقافية في كل بلاد. وفي هذا الإطار افتتح أعضاء جمعية النهضة النسائية معرض أنامل الإبداع في دورته الأولى، حيث يحتوي هذا المعرض الجديد على العديد من الصناعات اليدوية والتشكيلات التراثية والحديثة وبعض الملابس النسائية والإكسسوارات التزيينية. أما بالنسبة لأهداف المعرض في توضيح أمين عام جمعية النهضة النسائية: من أهداف منظمة النهضة النسائية أن تتيح للشباب الفرص، ولهذا لابد لنا من التفكير العميق ووضع الاستراتيجيات الفعالة لتطوير طاقات الشباب وتحويلها إلى قوة إنتاج إيجابية لا تكتفي بانتقاد الواقع وربما رفضه، بل تتجاوز، وذلك لتصير طاقة أعمار وتنمي المجتمع على جميع الأصعدة. وننوه بأن قد تم تأسيس المعرض منذ عام 2015، ولديه مكتب تنفيذي مكون من 10 أعضاء، وعلى رأسهم زينب إبراهيم عبد الله.